في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة والتي عادتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6413 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1213 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6106 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4764 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 52071 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9461 قضية تموينية متنوعة، من بينها 153 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1558 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 35 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 679175 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9273 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 239.5 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 307555 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 68016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3815 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 201 سائقا منهم. كما تم المرور على 183 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 659 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 266 مركبة تبين صلاحيتها جميعا من الناحية الفنية. كما تم رفع 581 سيارة و88 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 18866 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 398 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85036 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 68,365,926 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 238 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات،
ضبط خلالها 8,077 وحدة فنية متنوعة، كما تم ضبط 116 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 13,235 كتب أدبية وروائية وكتب دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 29 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 76,092,434 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,934 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,982,694,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,098,503 جنيها.